لعبت كرة خطيرة جودوين داخل منطقة الجزاء كلاسي ووقع على الأرض يامور كلاسي ويسدد كرة في المرمى جول كلاسي يضيف الهدف الثاني كلاسي يضيف الهدف الثاني من كرة مرمى داخل منطقة الجزاء في كرة الجماهير تطالب باحتساب ركلة جزاء ولكن خطف الكرة كنتشي ودخل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية جدا شمال الحارس لورانس جون مسجلا الهدف الثاني لهلال السودان والذي إن شاء الله سنتبعه بالهدف الثالث إن شاء الله. نشاهد إعادة اللقطة بودوين يعني أصيب من قبل المدافعين ولكن كانت سدت كرة قوية جدا شمال لورانس جون يسجل الهدف الثاني لهلال السودان وبودوين بقبل الجماهير شوف كرة التصويبة القوية المرور الناجح شوف يعني محاولة الاستفادة من وقوع بودوين وعدم احتساب ركلة جزاء وتسديد في المرمى قوي جدا هدف ثاني لهلال السودان في